أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون المستقبل. وفيها كانت انتصار للمبادئ اللي كل عمره نادى فيها رفيق الحريري ويلي جسدها بهالنهار بالذات خير تيسيد سعد الحريري. جعجع وعون يتجاوبان مع مبادرة الحريري لعقد الجلسة التشريعية التي تلتئم اليوم بمشاركة معظم الكتل. سلام يلتقي ولي العهد السعودي ويقول أمام الجالية سنتجاوز الأزمات وسنحل المشاكل وسننتخب رئيسا للجمهورية. بالنسبة لنا جنيف واحد معناها سلطة انتقالية تدير الأمور، تهيئ تضع دستور، تهيئ الانتخابات، لا يكون لبشار الأسد دور فيها. قمة الرياض تشدد على الحل السياسي للأزمة السورية وتدين التدخلات الإيرانية في المنطقة. صباح الخير. تحت عنوان تشريع الضرورة تنعقد اليوم الجلسة التشريعية التي دعا إليها الرئيس نبيه بري بمشاركة الكتل النيابية كافة بعد مبادرة أطلقها الرئيس سعد الحريري ووافق عليها الجميع، وتمثلت بإعلان حضور تيار المستقبل جلسة اليوم والالتزام بعدم حضور أي جلسة تشريعية بعد ذلك لا تكون مخصصة لمناقشة قانون جديد للانتخابات. أكد الرئيس سعد الحريري أن البلاد تمر بظروف صعبة ومعقدة تستوجب منا جميعا كلبنانيين التكاتف والتضامن للعبور بالوطن الحبيب لبنان إلى بر الأمان، معتبرا أن طرح تحديد موعد لجلسة تشريعية نهار الخميس من دون إدراج مناقشة قانون جديد للانتخابات على جدول أعمالها إشكالية وطنية توجب التوصل إلى حلول ومخارج. وأشار الحريري إلى أن الرئيس الشهيد رفيق الحريري من أشد الحريصين على المحافظة على الشراكة الوطنية والعيش المشترك، وأضاف سبق لتيار المستقبل أن أعلن وفي مختلف الظروف تشبثه بهذه المبادئ وباتفاق الطائف والمناصفة. ووفقا لهذا أعلن الرئيس سعد الحريري أولا مشاركة تيار المستقبل في الجلسة التشريعية المنعقدة الخميس لإقرار المشاريع المالية التي تتعلق بمصلحة لبنان المالية والاقتصادية وعلاقة بالمجتمع الدولي في هذا المجال. ثانيا التزام تيار المستقبل بعدم حضور أي جلسة تشريعية بعد الجلسة المشار إليها لا تكون مخصصة لمناقشة قانون جديد للانتخابات بهدف التوصل إلى صيغة لإقراره. ثالثا التصويت لإقرار قانون تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية كما تخلص إليه اللجنة النيابية العاكفة على وضع نصه النهائي. رابعا دعوة الكتل النيابية كافة لحضور الجلسة غدا تكريسا للشراكة والعيش المشترك وتأكيدا منا جميعا على ضرورة التكاتف والتضامن في هذه المرحلة للعبور بالوطن الحبيب لبنان إلى بر الأمان. ومساء عقدت كتلة المستقبل النيابية اجتماعا استثنائيا برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة في بيت الوسط، حيث تم التداول في الجلسة التشريعية المقررة اليوم والموقف منها وسبل التعاطي مع المواضيع المطروحة كلها. وللغاية عينها عقد اجتماع آخر في بيت الوسط لقيادة قوى الرابع عشر من أذار، حيث تم التأكيد على أن تحالف قوى الرابع عشر من أذار هو بمثابة إطار وطني جامع من أجل قيام دولة قادرة تؤمن الحقوق للمواطن الفرد والضمانات للجماعات. إذن أفضت مبادرة الرئيس الحريري إلى إعلان معظم الكتل البرلمانية مشاركتها في الجلسة التشريعية. تقرير مها ظاهر. في بلد التسويات لا يمكن الأخذ بالمعلن من المواقف، ففي وقت نشطت الحركة السياسية بين مجلس النواب وعين التينة وسط إصرار الرئيس نبيه بري على موقفه من انعقاد الجلسة بمن حضر وإصرار التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على موقفهما من مقاطعتها كونها لا تتضمن قانون الانتخاب، كانت الاتصالات تنشط على خط عين التينة معراب الرابي الرياض من خلال الرئيس سعد الحريري. أعلن الرئيس سعد الحريري الموقف من الجلسة التشريعية. أرسل النائب إبراهيم كنعان إلى عين التين لإبلاغ الرئيس بري بالموافقة على حضور الجلسة على وقع إعلانه أن لبنان من ربح وليس أي طرف. من الرابي أطل النائب ميشيل عون ليعلن موقفه بالموافقة على حضور الجلسة. بكرة أكيد رح نكون الحاضرين بالجلسة حتى نقر هالقوانين المطروحة وخاصة اللي بيتعلق بالاتفاقات الدولية وبعدين بالقروض وباقي البرنامج. فمبروك
للبنانية، وإن شاء الله تعاون بيصير على طول وبدون مصالحة جديدة. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أطل من معراب معلنا الموقف المستجد من الجلسة. كانت انتصار للمبادئ يلي كل عمره نادى فيها رفيق الحريري، ويلي جسدها بهالنهار بالذات خير تسيد سعد الحريري. سعد الحريري أخذ موقف أنا بعتبره موقف مشرف جدا، وموقف أنقذ الجلسة بكرة، وأنقذ قانون الانتخاب، وأنقذ انتخابات نيابية جديدة. نحن ما كنا أخذين موقف متصلب، كنا أخذين موقف كتير منفتح. وأكبر دليل بمجرد ما التقت كتلة، هي كتلة المستقبل، طرحت شيء معقول دغري مشينا ورايحين بكرة على الجلسة تنقر القوانين المدرجة مع قانون استعادة الجنسية، وتنحضر لقانون انتخابات نيابية جديد. في المقابل أعلن حزب الكتائب إصراره على موقفه بمعزل عن التسويات. أي جلسة ما بيكون موضوعها انتخاب رئيس الجمهورية هي جلسة مخالفة للدستور. مصادر مطلعة لفتت إلى أن مجلس النواب كان أصدر في وقت سابق توصية بعدم مناقشة قانون الانتخاب قبل انتخاب رئيس للجمهورية. من هنا فإن موقف الرئيس الحريري من عدم حضور جلسات ما لم يكون قانون الانتخاب على جدول أعمالها بحاجة إلى إلغاء التوصيات السابقة. أثنى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط على ما توصلت إليه القوى السياسية من اتفاق لفتح صفحة جديدة ومعالجة المشاكل من خلال حوار جدي وصريح. وشكر جنبلاط كل من عمل على الوصول إلى هذه التسوية وتغليب المصلحة الوطنية على أي اعتبار، آملا استمرار هذا النهج في التعاطي. دعا أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله إلى تسوية سياسية شاملة كمخرج لسد الأزمات والفراغ في البلد، لأن المعالجة بالحبة لا تجدي نفعا. نصر الله شدد على أهمية المشاركة في الجلسات التشريعية وفي جلسات الحوار لما فيه مصلحة للبلد، مشيرا إلى أن الأيام التي مضت كانت صعبة ولكن الفرج قريب. أدعو إلى تسوية سياسية شاملة على المستوى الوطني، يعني يقعدوا الناس ثنائيا ثلاثيا رباعيا يحطوا كل شيء دفعة واحدة، رئاسة الجمهورية، الحكومة المستقبلية، رئيس الحكومة، تركيبة الحكومة، المجلس النيابي وعمل المجلس النيابي، قانون الانتخاب. نحن ما عندنا مشكلة، نحن كفريق بنقول نحن جاهزون. تعالوا نحط الأمور الأساسية، مش الأمور الهامشية والجزئية والجانبية، الأمور الأساسية في سلة واحدة ونعمل تسوية. لما بقول تسوية يعني العالم بدها تاخذ وتعطي من شان البلد، من شان مصلحة البلد. ما ننتظر أي شيء في الخارج، الخارج كله مشغول عنا ويوم بعد يوم عم يتأكد هذا المعنى، وما ننتظر حتى حدث داخلي. القوى السياسية الحقيقية في لبنان مدعوة إلى أن ندخل هلأ نفس الحوار الذي يرعاه رئيس بري في المجلس النيابي أو شكل آخر لا أعرف، يعني هذا بالنهاية آليات نقاش. نبحث عن تسوية سياسية حقيقية، هذا هو المخرج. إذا بدنا نضل نعالج بالحبة مش معلوم نقدر أنه نحل مشاكلنا. وفور علمه بالأجواء الإيجابية في لبنان، هنأ السفير السعودي في لبنان علي عوض عسيري اللبنانيين على التفاهم الذي أمكن التوصل إليه، مؤكدا وقوف بلاده الدائم إلى جانب لبنان الذي يستحق أن يستعيد حياته السياسية الطبيعية ويلعب دوره الإيجابي الذي لطالما عودنا عليه، مؤكدا دعم المملكة كل ما من شأنه أن يجمع اللبنانيين. أكد وزير المال علي حسن خليل إيجابية الأجواء التشريعية، غير أنه لفت الانتباه في الوقت عينه إلى أن الحل التوافقي أتى نتيجة التزام سياسي بين تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية، وأردف مضيفا لصحيفة المستقبل: نحن نتفهم الموضوع، لكن لابد من الإشارة إلى أن الالتزام السياسي لا يرتب أي التزام تشريعي على مجلس النواب فيما خص قانون الانتخابات النيابية، بمعنى أن هذا الاتفاق لا يلزم الرئيس نبيه بري بعدم عقد جلسة تشريعية من دون هذا القانون. في مجلس النواب أقرت لجنة قانون استعادة الجنسية اقتراح قانون استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني.
اجتماع مطول عقدته اللجنة النيابية المخصصة لدرس مشروع قانون استعادة الجنسية للبنانيين المتحدرين من أصل لبناني برئاسة النائب إبراهيم كنعان انتهى بالاتفاق على الصيغة النهائية للقانون. اللجنة اعتبرت أن قانون استعادة الجنسية إنجاز لكل اللبنانيين وضرورة وطنية. وصلنا اليوم إلى اتفاق حول قانون أو اقتراح قانون استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني. إن شاء الله بعد هذا هذا العمل اليوم التحضيري، لأنه هذا إنجازه بيكون من خلال الهيئة العامة، إن شاء الله إنه ينكتب لهذا الإنجاز إذا ما تم يلي عم يشاركوا فيه الجميع، وخاصة أيضا كتلة المستقبل اللي وافقت. كنعان أشار إلى أن الاتفاق هو إثبات على أن لا شيء مستحيل، متمنيا أن يأخذ الاقتراح طريقه إلى الإقرار النهائي وأن يعمل به جديا عبر الدولة وأجهزتها من خلال مؤسسات تستطيع أن تساهم لاستعادة هذه الثروة الوطنية. وأوضح كنعان أن النقاشات أفضت إلى إسقاط مشروع القانون البند المتعلق بحق المرأة بمنح الجنسية لأبنائها. على صعيد آخر، ذكرت صحيفة المستقبل أن جولة الحوار التي كان من المفترض انعقادها اليوم بين تيار المستقبل وحزب الله في عين التين تقرر تأجيلها إلى يوم غد ربطا باليوم التشريعي الطويل في مجلس النواب. إلى بيروت وصل الرئيس تمام سلام آتيا من المملكة العربية السعودية، حيث شارك بأعمال القمة الرابعة للدول العربية وأمريكا الجنوبية. وعلى هامش مشاركته التقى الرئيس سلام مساء أمس أبناء الجالية اللبنانية في حضور الرئيس سعد الحريري. وفي كلمته أمام الجالية قال سلام: سنتجاوز الأزمات وسنحل المشاكل وسننتخب رئيسا للجمهورية. تقرير ربيع شنطف. بحفاوة استقبل أبناء الجالية اللبنانية في الرياض الرئيسين تمام سلام وسعد الحريري، اللذين لبيا دعوة السفير اللبناني في الرياض عبد الستار عيسى إلى حفل استقبال في دارته. الرئيس سلام الذي مثل لبنان في القمة العربية الأمريكية الجنوبية والتي عقدت في المملكة العربية السعودية، أطلق سلسلة مواقف مثنيا على الجهود التي يبذلها الرئيس سعد الحريري، ومحييا روح والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري. يجب أن تعلم أنني منذ بداية لحظات تحملي لمسؤولية التكليف لتشكيل الحكومة كان أن تزودت بقوة وبقرار واضح من أخي وحبيبي سعد الحريري بما يستلزمه ذلك من مثابرة ومن تبصر ومن أنات أمضيت فيها 11 شهرا، وأنا أسعى ضد كل الأجواء وضد كل التركيبات ومع كل الاختلافات ومع كل التباينات، والحمد لله لأن البداية كانت واضحة وصريحة ومتينة، ولأننا مشينا المشوار معا تمكنا من الوصول إلى نتائج تمثلت بحكومة المصلحة الوطنية. الرئيس سلام لبى والوفد الوزاري المرافق دعوة الرئيس الحريري إلى الغداء في دارته في الرياض. سلام وصف اللقاء مع الحريري والذي دام لساعتين بالممتاز، آملا أن تنعكس الأجواء الإيجابية في بيروت على كل الأمور للعبور ببلدنا نحو الأفضل. ولعله من أبرز اللقاءات التي أجراها سلام على هامش القمة اللقاء مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي جدد تأكيده دعم لبنان وجيشه. كما التقى سلام نظيره الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح وكلا من رئيس الإكوادور وفنزويلا، في حين ألقى كلمة لبنان في الجلسة المغلقة التي عقدتها القمة قبل صدور البيان الختامي، متمنيا أن تتمكن القوى السياسية اللبنانية من التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية، ومشيرا إلى أن الأزمة السياسية الحادة في لبنان لم تنعكس على الوضع الأمني. على الرغم من اهتمام رئيس مجلس الوزراء تمام سلام بمجريات القمة العربية الأمريكية الجنوبية، إلا أن ما جرى في لبنان من تطورات سياسية دفع بالرئيس سلام إلى عقد سلسلة اجتماعات لبنانية بحتة في محاولة منه لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة والممثلة بالوفد الوزاري. من الرياض
ربيع شنطف، تلفزيون مستقبل. تتابعونا بعد هذا الفاصل. انفجارات عنيفة تهز مطار دمشق الدولي. أهلا بكم من جديد. اختتمت القمة الرابعة للدول العربية وأمريكا الجنوبية أعمالها في الرياض بالدعوة إلى حل سلمي للأزمة السورية، وأدانت التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية. وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أكد بدورها أن تنحي بشار الأسد عن السلطة سيتم بالقوة العسكرية إذا لم يتم بشكل سلمي. سلسلة من الملفات العربية والدولية الساخنة ناقشها رؤساء وممثلون عن 33 دولة على مدى يومين خلال أعمال القمة الرابعة بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية. القمة التي عقدت في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في العاصمة السعودية الرياض شددت في بيانها الختامي على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وفق بيان جنيف واحد، وعلى ضرورة التوصل لحل للقضية الفلسطينية بشكل عادل وشامل. كما أكد البيان على الشرعية اليمنية وضرورة تطبيق قرارات الأمم المتحدة، ودعا إيران للتجاوب مع الإمارات لحل أزمة الجزر المحتلة، ودعم البيان عملية الحوار السياسي الجارية في ليبيا. البيان الختامي دان كذلك التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية، وطالبها بالكف عن الأعمال الاستفزازية التي تقوض الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، فيما رحب بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب، ودعا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي. وفي مؤتمر صحفي بختام القمة العربية اللاتينية أكد وزير الخارجية السعودية عادل الجبير أن تنحي الأسد عن السلطة في سوريا سيتم بالقوة العسكرية إذا لم يتم بشكل سلمي. وحول العراق قال إنه لا تمر مناسبة أو حدث إلا ويتم التأكيد على رفض التدخل الإيراني في العراق. الذكرى 11 لرحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، كشف رئيس لجنة التحقيق الفلسطينية اللواء توفيق الطراوي أنه تم تحديد الشخص والجهة المسؤولة عن الاغتيال. ميدانيا جرح أكثر من 140 فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال في مواجهة اندلعت في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، لا سيما في مدينتي رام الله والبيري، ومدخل بيت لحم الشمالي ومدخل مخيم الفوار قرب الخليل، حيث استخدمت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيلة للدموع، فيما رد الشبان على القوات بالحجارة. وكانت حركة فتح دعت بيانا إلى يوم غضب في ذكرى وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. في التطورات السورية، تضاربت الأنباء حول الانفجارات والحرائق التي وقعت داخل مطار دمشق الدولي، ففي حين أشارت صفحات المعارضة إلى أن السبب ناجم عن غارة إسرائيلية، قالت صفحة دمشق الآن القريبة من النظام أن غارة استهدفت أحدى النقاط العسكرية ثم عادت وسحبت الخبر. جدد النظام السوري قصف مدينة دوما بريف دمشق بشكل عشوائي بالقنابل العنقودية، مخلفا عددا من القتلى والجرحى معظمهم من النساء والأطفال، بالتزامن مع قصف من الطيران الحربي على أوتوستراد دمشق حمص في وقت تدور اشتباكات عنيفة بين المعارضة وقوات النظام. إلى ذلك سمع عدوي انفجارات في محيط مطار دمشق الدولي، حيث تضاربت المعلومات فيما إذا كانت ناجمة عن غارة لطائرات حربية مجهولة الهوية على نقطة عسكرية لقوات النظام، أم أنه استهداف من قبل المعارضة، فيما شهدت أعمدة الدخان تتصاعد من داخل مطار دمشق الدولي تزامنا مع انقطاع التيار الكهربائي عن كامل المطار. صفحة دمشق الآن التابعة للنظام اعترفت بأنه تم استهداف أحدى النقاط العسكرية القريبة من مطار دمشق الدولي، مرجحة أن تكون غارة للطيران الإسرائيلي، ثم عادت الصفحة وسحبت الخبر. وفي دارية في الغوطة الغربية شن الطيران الحربي سلسلة غارات على مناطق مختلفة، بالإضافة إلى قصف من الطيران المروحي بأكثر من 20 برميلا متفجرا، إضافة إلى 10 صواريخ أرض أرض. إلى ذلك تواصلت المواجهات بين المعارضة وكتائب الأسد في ريفي حلب وحماة، فيما ألقى الطيران المروحي أكثر من 20 برميلا متفجرا على قرى القنيطرة، بالتزامن مع هجوم الثوار على مواقع النظام في المحافظة. شهدت محيط مدينة دمت ثاني كبرى مدن محافظة الضالع معركة عنيفة بين المقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي والمخلوع صالح،
ودفعت المقاومة بتعزيزات عسكرية جديدة إلى محيط المدينة، ونجح طيران التحالف في تأمين غطاء جوي لوصولها، فيما قتل 13 عنصرا من ميليشيا الحوثي في كمين نصبه عناصر المقاومة الشعبية في جنوب اليمن، حيث تدور معارك بين الطرفين. بعد الفصل تتابعون. المحكمة الخاصة بلبنان استمعت إلى شاهد التقى المتهم بدر الدين. أهلا بكم من جديد. كشفت معلومات أن رئيس الحكومة تمام سلام لم يعد مستعدا لقبول حكومته مشلولة، بل أنه مستعد للسير بحكومة تصريف أعمال لأنه لن يرضى بالتعطيل بعد اليوم. وأشارت المعلومات لصحيفة الجمهورية إلى أن وزراء تكتل التغيير والإصلاح مستعدون بدورهم للمشاركة في جلسة لمجلس الوزراء تخصص لملف النفايات فقط، أما الجلسات الوزارية الأخرى فباتت تحتاج إلى سلة تفاهم سياسية. أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية حسين أمير عبد اللهيان بعد لقائه رئيس مجلس النواب في عين التينة أن السلطات الإيرانية ستستمر في دعمها القوي والمتين للنظام السوري، وشدد اللهيان من جهة أخرى على ضرورة المحافظة على الأمن والاستقرار في لبنان، ودعا إلى العمل على انتخاب رئيس للجمهورية بأقرب وقت. اعتبر وزير العدل أشرف ريفي خلال افتتاح محاضرات التدرج بنقابة المحامين في بيروت أن علة العلل هو الشغور الرئاسي الذي يشهد استهتارا في التعاطي واللامسؤولية الوطنية. كما شارك في المحاضرة الرئيس أمين الجميل الذي أكد على أن ما نشهده حاليا هو انقلاب على الدستور وتجاهل للقانون عبر نقل الخلافات إلى الشارع أو عبر طرح تسويات لها من خارج نص الدستور وروحه. استمعت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إلى إفادة شاهد سري التقى مرات عدة بشخص عرف عن نفسه باسم سامي عيسى، وهو بحسب القرار الاتهامي المتهم مصطفى بدر الدين. من جهة أخرى حدد القاضي نيكولا لتياري الناظر في قضايا التحقير في المحكمة يوم 11 من كانون الأول 2015 موعدا لبدء جلسة ما قبل المحاكمة في القضية ضد شركة أخبار بيروت والصحفي إبراهيم الأمين. تقرير رشا الحلبي. استمعت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إلى إفادة الشاهد 065 من خلال نظام المؤتمرات المتلفزة، وهو شاهد يتمتع بالحماية. الشاهد كان قد التقى بشخص عرف عن نفسه أنه يدعى سامي عيسى، يسكن في إحدى الشقق في منطقة جوني، وتواصل معه بهدف شراء شقته في أواخر العام 2010. وللتذكير فإنه بحسب القرار الاتهامي الذي أصدره الادعاء العام للمحكمة، فإن سامي عيسى هو نفسه المتهم مصطفى بدر الدين. وفي إفادته وصف الشاهد المدعو سامي عيسى بأنه في أوائل الأربعينيات من العمر، لبناني، ولكن حين تحدث باللغات الإنجليزية والفرنسية لم يتمكن من إتقان لفظ اللغتين. وقد وصف الشاهد عيسى بالسوقي. الدفاع أخضع الشاهد 065 لاستجواب مضاد، غاص فيه بتفاصيل لقاءاته بسامي عيسى من الأحاديث التي حصلت إلى طريقة مشيه ومن كان يرافقه من المرافقين والنساء، وصولا إلى ما قاله أحد المرافقين للشاهد أن عيسى من الطائفة المسيحية ومن منطقة دير القمر، فيما أشار صاحب المبنى للشاهد أن عيسى ليس من تلك المنطقة وهو من الطائفة الشيعية. وأجاب الشاهد على أسئلة الدفاع موضحا أنه اجتمع بمحققي المحكمة في 5 مناسبات مختلفة، ولكنه لم يطلب منه يوما أن يجتمع مع رسام في المحكمة لوضع رسم تقريبي لسامي عيسى، ولم يطلب منه مساعدة المحققين على إعداد صورة إلكترونية تشبه عيسى. كما أوضح الشاهد أنه لم تعرض عليه صور لرجال بهدف التعرف على سامي عيسى. وقد أشار الشاهد إلى أنه تعرف على صور تم تداولها عبر شاشات التلفاز ولكن باسم مصطفى بدر الدين، وهو الشخص نفسه الذي عرفه باسم سامي عيسى. ولن تذكير بعناوين النشرة. كانت انتصار للمبادئ اللي كل عمره نادى فيها رفيق الحريري، يلي جسدها في النهار بالذات خير تزيد سعد الحريري. جعجع وعون يتجاوبان مع مبادرة الحريري لعقد الجلسة التشريعية التي تلتئم اليوم بمشاركة معظم الكتل.
سلام يلتقي ولي العهد السعودي ويقول أمام الجالية سنتجاوز الأزمات وسنحل المشاكل وسننتخب رئيسا للجمهورية. بالنسبة لنا جنيف واحد معناها سلطة انتقالية تدير الأمور، تضع دستور، تهيئ الانتخابات، لا يكون لبشار الأسد دور فيها. ثم الرياض تشدد على الحل السياسي للأزمة السورية وتدين التدخلات الإيرانية في المنطقة. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.